سلام لي زامي، بلا شك انتم عارفين الاهميه ديال الوقايه من الاشعه والاهميه ديال الاستعمال ديال الواقي. ملي كنهضروا الوقايه من الاشعه راه ما كنهضروش غير على الشمس بوحدها، كنهضروا على الاشعه ديال التلفازه، ديال التليفون، ديال الضوء، ديال لورديناتور، ديال لا تابلت، جميع انواع الاشعه والاشعه ديال الشمس اللي كتكون داخله عندنا من الشراجم. سي تادير واخا حنا ما خرجناش عند الضوء ولا عند الاشعه راه هما تيدخلوا عندنا. دونك الوقايه خصها دار حتى في الدار، والواقي دار حتى في الدار، واخا ما خارجينش، واخا تكون الدنيا مغيمه، واخا يكون ضباب، واخا يكون اللي بغى يكون، خصنا نديرو الوقايه ديالنا من الاشعه باش نحافظوا على النظره ديال الوجه، باش نحافظوا على الشباب ديالو، لانه كيتعرض بزاف للاشعه والشمس كيقدر الواحد يشرفق من الوقت يتكمش ليه وجهه. عاوتاني كنحافظوا على اللون يبقى موحد، ما يجيناش داك التبرقيع بلاصه فلو كل بلاصه فلون. ايفي الناس اللي عندهم البقع منين كيستعملوا الوقايه ديالهم بواحد الطريقه سليمه في الدار وفي الزنقه ودائما محافظين على وجههم من الاشعه، كنقدروا نتحكموا في دوك البقع ما كيبقاوش كيتزادوا. دونك هادوك اللي كاينين كنتحكموا فيهم وكنتفاداو انهم يبانوا وحدين اخرين. فوالا، دونك هذه هي الاهميه ديال الواقي. دابا شحال الكميه اللي غادي نستعملوا فيه؟ نتوما عارفين بان كنقول لكم استعملوا بزاف، كميه كبيره. دونك باش نعرفوا شنو هي هذه الكميه الكبيره، سيتادير جوج ديال ريفالونجال، جوج ديال الريوس ديال الصبيعات، ولا ان توب ديال ليكران، دونك ولا قرعه ديال ليكران خصها تقضى لينا مع الشهر ولا شويه قبل من شهر تقريبا، ديك 25 يوم، على حساب شحال فيه، واش فيه 50 مليليتر ولا فيه 40 ولا فيه 30، على حساب لا كونتونونس عاوتاني ديال ليكران. دونك فوالا، بقات دابا في كيفاش، فماشي كيفاش مي سورتو اش من ايكران غادي نستعملو، اش من ايكران غادي نستعملو، كل واحد وفاش كيرتاح. اي لو بلوز امبورطون، اهم حاجه هو الواحد يكون كيستعمل واحد الواقي اللي مرتاح فيه وعاجبو وكيقدر يعاودو على طول النهار، كل ساعتين ولا كل 4 ديال السوايع، على حساب النوع ديال الواقي اللي عنده. في هاد لا فيديو هادي بغيت نهضر لكم على ثلاثه ديال لي زيكران اللي عجبوني بزاف، اللي فريمون شدوني وعجبوني وارتحت فيهم. دونك ما كنقول لكمش بان الاخرين اللي ما غنهضرش عليهم ما مزيانينش، حتى هما زوينين وحتى هما عندهم الفوائد ديالهم، مي كنخصني نختار ثلاثه، وهاد الثلاثه اللي اختاريت هما اللي عجبوني بزاف. فوالا، دونك شنو هما لي كريتير؟ انا بالنسبه لي كشخص شنو تعجبني في ليكرون؟ كيعجبني ان ليكرون يكون عملي، نقدر نعاودو زعما على 4 سوايع، حيت ديك ساعتين كتجيني شويه صعيبه منكذبش، ما كنقدرش نعاودو على كل ساعتين. واخا كاين الناس اللي كتكون عندهم بشره جافه بزاف وهذا، وبالنسبه ليهم كيستعملوا ليكرون كوقايه وكترطيب، وكيفضلوا ديك ساعتين، ولا كيكون عندهم امراض جلديه اللي خصهم يعاودوا فيها الواقي على ساعتين. مي بالنسبه لواحد اللي ما مريضش وما عنده حتى شي مشكل في الجلد ديالو، كتجيني 4 سوايع عمليه اكثر على ساعتين. سورتو بالنسبه لي انا كشخص كنفضل نعاود ليكرون على 4 سوايع. اي بوي كنبغي ليكرون ما يكونش تيتلصق، ما يكونش كيتعلق، ملي نديرو ما نحسش براسي دايره بحال شي ماسك على وجهي ولا شي حاجه ثقيله. و كنبغي ليكرون ملي نديرو ما يبقاش تيسيل وتعرق لي في وجهي وتيتزعل كداك الشيء، وتنحس براسي بحال اللي مجلخه، بحال اللي موسخه. فوالا، دونك هادو هما لي كريتير اللي تيكونوا عندي في ليكرون. اي بوي عندي واحد كنفضل انا شخصيا كنفضل ليكرون انفيزيبل اللي ما يكونش فيه لون اللي ما كيبانش نهائيا، كنفضلو على ليكرون لي تانتي. واخا كاين ان ليكرون تانتي في هاد الثلاثه اللي غادي نهضر عليهم، اولا احتراما للناس اللي تيبغيو لو تانتي حيت كثار، وثانيا لانه هذا تانتي وعجبني وكنقدروا نديرو فيه الكميه الكافيه على حساب الوقايه بلا ما يبان بحال الا مجير. فوالا، دونك نهضروا على لي زيكرون بثلاثه، وكيف قلت لكم كنعاود نكررها، ماشي هاد الثلاثه اللي اختاريت راه حسن من الاخرين، انا كنفضلهم ولكن كنحترم الاراء ديال الاخرين وكنحترم لي زيكرون الاخرين اللي حتى هما مزيانين، واللي كيدير شي ايكرون وعاجبو مرتاح فيه يخليه في ديالو ما كاين لا شي يبدلو. كنهضروا دابا على اللي ما عارفش اش يدير ولا اللي ما بقاش عاجبو ديالو بغى يبدلو تو سامبلومون. الوغ نبداو، رقم 3 هو اولترا سان، دونك لو فيس دي بيغمونطون.
دونك هذا سي ان ايكران لي كنت كنستعملو كيعجبني هذه مده فوالا كنت كنستعملو هو وايري فوتونا مي سورتو دابا جاني لو كود كور على التراسان سي ان ايكران لي فيه دي فيلتر كيميك دونك هادشي علاش حطيتو في الدرجه الثالثه لان فيه لي فيلتر كيميك فوالا وغادي نشرح لكم حاجه اخرى علاش حطيتو في الدرجه الثالثه فوالا اللون ديالو هو هذا اي بي منين كنديرو عليه يدي تيدخل مزيان كيتشرب ما كيبقاش مزيت ما تيبقاش معلك سيتادير اي واحد يقدر يستعمله حتى الناس اللي عندهم بشره دهنيه يقدروا يستعملوه ودغيا كيتشرب فوالا هو يجي فينالمون بحال ما دايره والو دونك هادي هي اللي زوينه فيه حتى هو كنقدروا نعاودوا على 4 السوايع وكيعاون حتى هو على التفتيح ديال اللون ديال البشره اللي مبرصني فيه شي شويه جوستمون هو انه فوالا منين تنرش عليه الماء بحال اللي تيتخلط مع الماء دونك يسو ديلو معاه وكيولي بحال اللي كيتزالق وكيخصنا نعاودوه ديك الساعه الا قاصو الماء خصو يتعاود دونك واخا ما فاتش ديك المده ديال 4 السوايع دونك الا عرقنا ولا لمنا ولا الا شينا وجهنا بالماء ولا الواحد توضى كيخصو يعاودو لانه ما اين ريزيست با الو رقم جوج هو بيرمينا دونك سي ليكران مينيرال علاش حطيتو في رقم جوج كان يمكن لي نحطو في رقم واحد حطيتو في رقم جوج غير حيت تامبي وانا كنفضل ليكران انفيزيبل زعما انا شخصيا كجهه ماشي سني كو سا حيت ليكران تانتي الا درنا فيه واحد الكميه كثيره كيجي بحال الا مجير الوغ هاد المساله هادي ما كايناش في هذا دونك انا باش نوريكم فوالا دونك جو لي تال فوالا الا شفتو راه درت اون بون كونتيتي دونك ها هو دابا كيبان كتبان لاطانت مي شويه وابخي كيتشرب دونك لاطانت ديالو ما كتبقاش زعما ما كتجيش معيقه اون جينيرال كتجي مع كلشي بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي كونتانتي يقدر يجيهم مزيان ويعجبهم لا كولور ديالو من غير الواحد اللي سمر بزاف يقدر يجي شويه كلاخ مي بالنسبه لواحد اللي فريمون لونو سمر سينو الواحد اللي هذا اللي لا كولور ديالو كلاغ غادي يجيه هو هذاك فوالا الوغ اللي زوين فيه حتى هو كنقدروا نعاودوا على 4 سوايع دونك فاسيل ا يوتيليزي واللي زوين فيه اللي عجبني هو انه ما كيتخلطش مع الماء فوالا دونك جو سي با واش تيبانوا لكم منين كنديرو دونك القطرات ديال الماء ما تيتخلطوش معاه ما تيحيدوش سي تادير الواحد يقدر يديرو يعوم في لابيسين ولا في البحر ولا بالنسبه للواحد الا بغى يتوضا ولا الا عرقنا ولا ما كاينش داك المشكل ديال خصنا نعاودوه دونك فينالمون هذا كنعاودوه من 4 سوايع 4 سوايع يكون اللي بغى يكون زعما ما شي حاجه ما كتفرضش علينا نهرسو ديك القاعده ديال 4 ديال الساعات فوالا و اللون ديالو مزيان سي تادير الناس اللي كيبغيو لي كرون تانتي يقدروا يديروا كميه كافيه منه بلا ما يجيو بحال الا مجيري رقم واحد اللي حطيته في رقم واحد حيت سي ان كود كور شفتو وانا نقول واو سي ان ايكران اللي عجبني بزاف علاش حطيته في رقم واحد وديرمينا في رقم جوج حيت بجوج بهم زوينين بزاف غير الاخر تانتي وهذا انفيزيبل وانا اون طوك جيهان كنفضل وجهي ندير فيه ليكران انفيزيبل مي زعما هذا غير مساله شخصيه وصافي فوالا دونك هذا هلا حتى هو ها هي كميه كثيره نديرو جو ليتال اي فوالا الي انفيزيبل ما تيبقاش يبان واي اي بوي لي زوين فيه واخا انفيزيبل فيه بحال واحد لو فيلتر بحال شي حاجه شويه ناكري دونك كيعطي بحال اون بوتيت بريونس كيعطي واحد لا مين زوينه سي ان ايكران انفيزيبل مي كي دون اون بون مين كيعطي بحال اون بورتيت با اون بوت بيبي المهم زوين وصافي الوغ حتى هو الحاجه اللي زوينه فيه هي كما تيتخلطش مع الماء فوالا فوايي ها هما دونك منين كنرش عليه الماء
تيبقى واخا داكشي دونك نقدروا نعوموا نقدروا عاوتاني كيف قلنا قبيله الواحد يتوضى يقدر يعوم يقدر يعرق ما كاينش مشكل دونك من 4 سوايع ل 4 سوايع فوالا هادشي اللي كاين دونك نعاود نوريكم الالوان ديالهم هذا سي التراسان هذا سي ديرمينا دونك ليكران مينيرال وهذا سي لو ام دي سوتيكال 3 دي اكران مينيرال حتى هو دونك لي زيكران مينيرو اي واحد يقدر يستعملهم الواحد اللي عنده بشره حساسه الواحد المراه اللي حامله المراه اللي كترضع بنيتات صغار كلشي يقدر يدير ان اكران مينيرال ليكران اللي تيكون كيميك كاين ناس اللي كيستحملوه داك لي فيلتر كيميك وكاين ناس اللي البشره ديالهم كتحسس منه وما كيستحملوش واخا لا فيغيتي بهاد التراسان زعما ما عمر شي حد ما جا وقال لي دار له الحساسيه زعما جوسكا بريزون انا لحد العلم ديالي ما تحس منه حتى شي حد اي فوالا دونك عطيتكم لو توب 3 ديال لي زيكران لي كو دو كور لي عجبوني هاد الساعه اون اتوندو تبان شي حاجه اخرى بيتيتر محسن ما عرفناش مي بور لانستون نيميرو 3 سي التراسان فيس دي بيغمونتون Numéro 2, c'est le Dermina, donc minéral. Et le numéro 3, c'est le MD Cetical 3D, écran minéral. Donc, je vais vous dire que le 1 et les 2 sont ex-aequo, fulchi, rire, la couleur où ça fait. L'équilibre le teinté, régi, hada, wa, numéro 1. L'équilibre l'invisible, radigi, hada, wa, numéro 2. Voilà. بلوتو هذا هو نمره واحد دونك تانتي اللي كيبغي تانتي هذا نمره واحد اللي تيبغي لافيزيبل هذا هو نمره واحد وهذا لو التراسان حتى هو سان تري بون ايكران غير انا كيف قلت لكم لو بيمول اللي قلقني فيه هو ديك المساله ديال الماء الا توضينا ولا الا دوشنا ولا الا غسل الواحد كيخصو يعاودو الوغ كو هذا يل ريزيست الا ما درناش فريمون الماء والصابون ما تيتحيدش فوالا نهاركم مبروك